مهرجان العالمين بيحاول باستمرار انه يرضي كل اذواق الجمهور، علشان كده كان موجود وبقوه موسيقى الاندر جراوند ضمن حفلات العالمين، وتالق واضح لفريق حافظ وبستان، حضور مميز وايقاع مختلف وتفاعل كبير للجمهور. تعالوا نتكلم مع احمد حافظ علشان نعرف منه اكتر عن الفريق. مساء الخير يا احمد. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. واحمد، عايزين نتكلم عن فريق حافظ وبستان. انا عارفه ان انتوا زوجين، يعني انت ومراتك في داخل الباند بتاعكم، فخلينا نتكلم عن تكوين الفريق جه ازاي، وكمان وجودكم في العالمين السنه دي. هو اولا اتكون بان احنا يعني من ساعه ما اتجوزنا احنا بقى يعني فتره مش قليله يعني متجوزين، يعني الفكره دي كانت عندنا من زمان ان يعني احنا نعمل موسيقى، لان انا اتكون يعني واحنا في الاول خالص انا كنت بعزف موسيقى في فرقه الحب والسلام اللي هي القديمه في اخر تكوين ليها، وبعدين كنت بعمل حفلات في الاوبرا، كان لي نشاط موسيقي مستمر المهم، وهي اتعرفت بيها في كورال حتى في اسكندريه. فهي اتجوزنا وكونتوا الفريق، لكن وجودك السنه دي انت وزوجتك داخل مهرجان العالمين بيمثل لك ايه، واستعدادكم كان للحفله عامل ازاي؟ والله احنا يعني زي ما بقول لحضرتك احنا ابتدينا مش يعني موضوع الاغاني اللي احنا عملناها دي على مدار سنين، لكن من حوالي 3-4 سنين ابتدينا نعمل يعني نعرض الكلام ده للجمهور. فيعني حصل استحسان او حاجه زي كده، وهي كانت انا عضو فرقه مسار اجباري، وهي كانت غنت معانا برضو من رمضان مش ده اللي قبله، كانت اغنيه تتر مسلسل، فبرضو الموضوع ده لفت النظر لينا شويه. فيعني جات لنا فرصه ان احنا يعني يقع علينا الاختيار ضمن حفلات الموسيقى، نقدر نقول بقى المستقله او الفرق او كذا كذا، يعني ان احنا نعزف في اول يوم ليها، في اول عرض كمان في اول فتره. يعني عايز اعرف بقى ردود فعل الجمهور داخل الحفله في مهرجان العالمين السنه دي كانت عامله ازاي مع الحفله؟ والله هو اللي موجودين كان يعني جايز يعني جزء كبير منهم ما اعتقدش انه عرفنا، فدي بالنسبه لي كانت يعني تجربه يعني شيقه بصراحه، ان انا لقيت من ناحيه ايه؟ انا وهي من ناحيه ان انا لقيت شباب الناس اعمار مختلفه، منهم شباب منهم بنات وبيسمعوا اغاني جايز يسمعوها لاول مره، فبقيت انا مستني بقى بتفرج عليهم بشوف يعني رد فعلهم ايه. صراحه الاستقبال كان رائع، ودي حاجه عجبتني قوي، عجبتني يعني رغم التحدي كده الواحد يشوف يعني الموسيقى بتاعته لو ما تسمع لاول مره والاغاني تسمع من اول مره ايه الرد بتاعك، فبصراحه انبسطوا جدا. يعني غير الشغل انا في مسار اجباري يبقى الجمهور بقاله فتره طويله حافظ الاغاني بيرددها معانا اعداد بالالاف، المره دي كانت تجربه مختلفه. حسيت فكرتني بايام ما ابتديت مع مسار اجباري من 20 سنه. نتمنى لك كل التوفيق استاذ احمد حافظ طبعا من فريق حافظ وبستان، شكرا جزيلا على وجودك معانا.